وقتل أيضا قتل شنيعة نور السعيد. نور السعيد أيضا رئيس وزراء العراق آنذاك. مو أقل من هذه. نور السعيد أطلقوا عليه النار وقتلوه وسحلوه ودفنوه. جاءوا نبشوا القبر وطلعت في قسم من القبور قبور الأميرة مسكينة عابدية ونفيسة هذول نبشوهم طموهم طلعوا نور السعيد وهو نتن وسحلوه. مو بس ماذا انتهى مصيره؟ انتهى مصيره سحقا بتايرات السيارات. فهذا العنف يعني ما كان بشائر خير. ذاك اليوم جر الى الوف القتول، جر الى دماء، جر الى انه لم تبقى سياسه. السياسه هي عباره عن حرب. السياسه عباره انت سياسي جيد، كم وراك من الناس الذين يحملون البنادق؟